مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. كيتواجد معنا العداء الدولي السي ميموني يعني اللي كان ديجا داز معنا في شوف تيفي على المشكل ديالو ديال الكريمة يعني مع واحد السيد. اليوم عنده معطيات جديدة لأنه اكتشف قال لك بأنه يعني كانت مؤامرة ديال نصب متعمدة يعني بالسيد السيد اللي عطيه يعني دار معاه الكونترات تاع الكريمه والكاتب العام السابق يعني ديال ولايه الجهه الشرقيه بوجده على ما كيقول هو يعني عنده معطيات جديده. غادي نستسلو معاه الحديث باش يعطينا شنو هاد المعطيات. سي ميموني مرحبا بك، ممكن توضح لنا شنو باختصار المشكل وتمشي لنا للموضوع اللي جينا نهضروا عليه اليوم. شكرا سي طارق وكنشكر شوف تي في على الاستضافه ديالها. ممكن ترفع شويه الصوت ديالك؟ شكرا شوف تي في على الاستضافه ديالها وكنشكر على كل ما احتاجيناها في الطور قدامنا. انا اللي بغيت نوضح الملف ديالي على الطاكسي المحجوزه، هذه مده 3 سنوات محجوزه ولا اذان صاغيه ولا اذان صاغيه بكل هذا المعنى. وكنتمنى من القضاء ان شاء الله ينسخني القضاء، حيت عندي جوج شكايات تقريبا. شكايه في المحكمه الاداريه اللي هي غادي في الطريق نتاعها الصحيح، انه المحكمه الاداريه ابتدائيا حكمت لي الصالح ديالي، ودابا كل ما هو واضح ان الناس المعنيين انهم استنفوا ودابا الحكم في الاستئناف للرباط. نتمنوا باش يكون يقول الكلمه ديالو ان شاء الله، نتمنوا باش يكون التأييد ان شاء الله. وحنا عندنا وانا عندي اليقين في القضاء المغربي ان شاء الله باش ينصفني، هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه كاين القضيه الثانيه اللي راني درتها رساله مستعجله للمحكمه الابتدائيه على اساس انها الطاكسي ديالي انها محجوزه هذه مده 3 سنوات، والرخصه اللي هي المأذونيه هي عندي، والسيد الكاتب العام السابق لولاية الجهة الشرقية اللي نتمنى الله ياخذ فيه الحق على هاد القهرة اللي دارها فيا وهاد الحبرة اللي دارها فيا، أنه طلب من وزارة الداخلية نسخة ثانية من وزارة الداخلية وسلم المعني بالأمر صاحب المأذونية، سلموا مأذونية أخرى. ملي سلموا مأذونية أخرى السيد دار طوموبيل أخرى وراح خدام مع راسه، راه خدام مع راسو هذه مدة تقريبا سنتين وهو خدام مع راسو، وانا هذه مدة 3 سنوات والطاكسي ديالي محجوز. فيما يخص اللي بغيت نوضحو اليوم للرأي العام على الطاكسي ديالي، على هذا الطاكسي اللي كاريها، انها راه ديالي في الحقيقة، ديالي انا كاريها ديالي، مهما انني كاريها على مدة 20 سنة وبعقود اللي هي مصادق عليها وبعقد نموذج اللي هو مصادق عليه من طرف الكاتب العام السابق لولاية الجهة الشرقية. انا من بعد ما حللت انني صبت هذا الشيء نصب وتحايل ما بين مول الرخصه والسيد الكاتب العام لولايه الجهه الشرقيه السابق. انا غادي نقول لكم علاش، حيت انا العقد النموذجي اللي درته في الولايه على اساس انه كنحط الاخر السومه الكرائيه كنحطها في باري البنك، عندي عقد نموذجي انني نحط السومه الكرائيه في باري البنك، واذا به تفاجئ هذا السيد هذا عده مرات كان كيشكي بيا في المحكمه الابتدائيه. وبكل صراحه كنشكر القضاء المغربي انها المحكمه الابتدائيه كانت كل مره كتنصفني انا وهو ما ياخذش حقه، لان معلاش انا عندي كلشي داكشي مريقل، انا كاري عليه مده 20 سنه 2000 درهم واخذ مني تسويق 1500 درهم على 20 سنه اللي هو ما يناهز الثمن ديالو 36 مليون، زائد تقريبا ازيد من تقريبا 14 مليون ديال السياره اللي شاريها، والسياره محجوزه في المحجز البلدي دابا هذه مده 10 سنوات هذه مده 3 سنوات انها رشات طوموبيل رشات. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى اللي بغيت نقول لكم انه ملي شافوا بانه كيشكي بيا في المحكمه ودائما كان المحكمه كتنصفني انايا، اش دار هو؟ باتفاق مع الكاتب العام، نقولها بكل صراحه يعني هذا الشيء كان باتفاق معاه، اش دار؟ مشاو داروا بانهم وقفوا الحساب البنكي ديال باري البنك دوك كنحط فيه. انا مزيه كنت سلكي شويه قلت لهذاك مول الرخصه عبد الله يخليك،
ملي دابا انت وقفت هذاك لا 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 هذاك الرقم الحسابي ديال البريد بنك غادي دير لي اشهاد بانه وقفت الحساب ديالك ديال البريد بنك. دير لي اشهاد بانك وقفت الحساب البريد ديال البريد بنك وغادي تجاليزي ليا تشهد على راسك بانها فين حليت الكونت الثاني باش انا نبقى نحط لك الكونت الثاني. واذا به بقى 4 شهور على اساس 4 شهور عاد عطاني داك الاشهاد بانه انا كنت كنحط له في بريد البنك ودابا غادي يبقى يحط ليا في البنك الشعبي. هنا فين غادي يوقع شنو غادي يوقع؟ ملي حطيت له هذيك 4 شهور اللي كان كيتسالها اللي كان بلع فيها الكونت ديالو زائد 4 شهور شهرين اخرى كتسبيق هنا اش غادي يدير هو هذاك صاحب المأذونيه والسيد الكاتب العام السابق لولايه الجهه الشرقيه دوماندالو مشى قال له سير دوماندي ليا لي ريلفي ديال عامين ديال البنك الشعبي. واش انا كان عندي بريد البنك ولا كان عندي البنك الشعبي؟ ملي مشى جاب لي لي ريلفي ديال البنك الشعبي ديال عامين الكاتب العام تما فين استغل الفرصه قال هذا هو هذه هي الفرصه باش غادي نعرف انا واش غادي ندير. بناء على هذوك لي ريلفي ديال البنك الشعبي على اساس انني انا ما حطيتلوش مده ديال الكرائيه ديال عامين كيف يعقل انا عندي لي ريلفي ديالي كلشي جيس كنحط بريد البنك هو نصب عليا بلي ريلفي ديال البنك الشعبي عباد الله اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر. هذه عام 3 سنين مخليني بالجوع انا وولادي الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق بهذا المعنى ديال الكلمه نقولها له ونعاودها له نقولها ونعاودها على اساس راه ضيعني في هذه مده 3 سنين هذه 3 سنين اخوتي انا ما خدمتش الله يهديه الله يهديه الله يهديه وهذا منكر 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 تاخذوا فيها. واتصلت بالسيد الوالي وما دار معايا حتى شي حاجه ما فهمتش انا مناش السيد الوالي اتصلت به شخصيا هكذا قلت السيد الوالي الله يخليك ها واشنو عندي واشنو عندي قال لي الكاتب العام ما عندوش الحق باش يامر البوليس باش يحجز لك السياره ديالك وانا عندي الدليل بانه السيد الكاتب العام هو اللي عطى مراسله للكوموندور ديال السيركيلاسيون ديال الامن الاقليمي ديال الجهه الشرقيه وانا شفت الارساليه شفتها بعينيا هو كيقول لك هو الكاتب العام كيقول لك انا ما بيني وبينك والو بينك بين البوليس كيف يعقل انت عطيت ارساليه للبوليس باش يحسن لي السياره ديالي وتقول لي ما بيني وبينك حتى شي حاجه. ولهذا كنشكر جميع المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين الى ما تاخذوا شي قرار وتشوفوا هذا الشيء هذا راه منكر وعلى راسهم السيد الوالي الله يرحم لك الوالدين ودائما كنقولوها ونعاودوها عاش الملك ثم عاش الملك ثم عاش الملك والله يبارك في عمر سيدي. انت دابا الوضعيه الاجتماعيه ديالك السي ميموني كي دايره؟ الوضعيه الاجتماعيه ضيعني هذا السيد هذا خويا ضيعني كيفاش الوضعيه الاجتماعيه؟ الوضعيه ديالي انه انني واخذ كريدي من لابونك فيا كريدي انا مازال غادي نتطرق لهذه القضيه هذه فيا كريدي من لابونك دابا هذه 3 سنين من فايت اجين 3 سنين تقريبا ما حطيتش لابونك على الكريدي اللي فيا ديال الطوموبيل واخذ الكريدي على الدار على الطوموبيل وعندي وليدات كانوا كيقراو بريفي دابا ولادي ما بقاوش كيقراو بريفي خرجتهم المهم ضيعني واش غادي نقول لك الله يجعل ربي يخلصو الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق في الكاتب العام السابق ديال ولايه الجهه الشرقيه الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق ونتمنى من المحكمه وعندي اليقين في القضاء انه نزيه معايا راه غادي معايا في الطريق الصح الحمد لله ونتمنى باش انه الحكم الابتدائي ديال المحكمه الاداريه يتأيد في محكمة الاستئناف بالرباط ان شاء الله. وراه عندي واحد شكاية واحدة اخرى الوكيل جلالة الملك في المحكمة الابتدائية من جدعوت كذلك على اساس انه طالبت بانه هذه السيارة هذه اللي هو جاب له الرخصة الثانية كيف يعقل انا عندي الرخصة ديالي في الدار ديالي هو مشى جاب له رخصة ثانية ديال المأذونية وراه خدام مع راسه. هنا باش انه يا سيدي ولي هنا تعرف ودابا هذاك السيد كيخلص الكرا ديالك ولا ما كيخلصكش؟ كيفاش؟ الكرا إلا كرا الفلوس يعني ديال شنو اللي خلصني؟ يعني اللي عطى له كان كاري عليك لا كاري لا كاري لا الكريمه انا اللي كاريها فهمتوها انا اللي كنت كنخلص كندير واجب الشهري فهمتوها دابا الكريمه هي عندي والطوموبيل ديالي راه في الطوموبيل ديالي راه في الفوري هذه مده 3 سنين وخرجت الطوموبيل دوبل في وباقي الكريدي ديالها في البنك باقي الكريدي ديالها متبوع انا من البنكه هذه مده 3 سنين يعني السيد ما حاولش يدير معك شي حاجه ولا هذه ولا نعم
دابا هو راه خدام بها مولاها يعني مولاها الاصلي هو اللي خدام بها يعني ما بغاش انه السيد الكاتب العام هو اللي نصب عليا في هذا الشيء هذا هو اللي بكل صراحه هو اللي يعني كان شي واحد يورى الطريقه قال لهم الاحسن انت انه انت تخدم بها ما تبيعهاش شي واحد اخر ولا لا دابا راه خدام بها هو ما نعرفوش واش يقدر يبيعها لواحد اخر ولا ما يقدرش نقول لك المهم انا باقي خدام بها هو وانا عندي العقد ديالي وعندي كل شيء والسيد متخلص في مده في المسومه الكرائيه ديال 20 سنه متخلص بها وعندي كريدي في لابونك هز كريدي من لابونك دابا متبوع من لابونك ومضيع يعني في رزقي ومضيع يعني في السن ما فهمنا والو من هذا الشيء نتمنى من المسؤولين وعلى راسهم السيد وزير الداخليه والسيد الوالي يتاخذوا فيه اللي بغاو هما كل شيء راه واضح ما يمكنش انه المحكمه الاداريه تحكم لي الصالح ديالي ما يمكنش انها محكمه اداريه تحكم لي الصالح ديالي غير هذا كل شيء واضح عندي 3 ل 4 تاع اللي ريسي باينين عندي الكونترا باينه عندي العقد النموذجي باين كل شيء باين وكل شيء واضح بحال الشمس هو فين صرا الفرصه انه مشى حاسبني بالبنك الشعبي انا ما عندي دخل انا في البنك الشعبي واش انا كنت كنحطه في البنك الشعبي انا كنت كنحطه في بريد بنك بريد بنك عندي لي ريسي ديالي كاملين هو جبد لي الفيديو ديال البنك الشعبي ديال العمايل ايوا هذا راه كيتسمى تزوار استاذ هذا كيتسمى تزوار يعني هنا فين نصب عليا هذه يعني هو كان عارف يعني هذا السيد يعني مسؤول كان عارف بانه عنده وثيقه حداه بانه كاين كونت بريك بنك وانا وريته كل شيء ملي وريته كل شيء في البيرو ديالو عطاش مطلب في البيرو ديالو من 3 د العشيه حتى ل 8 د الليل وانا ما عطاش من تما حتى استقبلني مع 8 ونص الليل ملي استقبلني مع 8 ونص الليل واش قال لي قال لي بيدو قال لي انا واش باغي تغفل عليا ولا قلت له استاذ الله يخليك انا حاسبني بالي البنك هذه اللي جي ديالي عندي انا بالي البنك ما عنديش انت جاب لي ديال البنك الشعبي اللهم انا هذا منكر قال لي واش باغي تغفل عليا قال لي واش باغي تغفل عليا يعني هنا تعرف بانه كاينه شي حاجه ما بين مول الكريمه والسيد الكاتب العام اللي رجع ربي ياخذ فيه الحق انت فوقاش هذا الشيء اكتشفته يعني على الاساس انت اتصلت بنا يعني هذا الشيء اكتشفته من الاول تقريبا من الاول اكتشفته ولكن دابا تاكدت بانه كاين 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 كما نقولوا حنايا كاين شي حاجه ما بين السيد الكاتب العام السابق اللي ولد في الجهه الشرقيه وصاحب المأذونيه يعني هذا فيه نصب احتيال على المواطن وشكرا الله يحفظك.